الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وتكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية. مصادر أمنية مصرية تحذر من مخطط لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها. والرئيس السيسي يوجه تحية تقدير لكل شهداء مصر المضحين بأرواحهم فداء للوطن. السادسة مساء الثالثة بالتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية مع الزميلة هاجر سليمان. أهلا بك هاجر. أهلا بك لؤي ومشاهدينا، تحية طيبة. البداية من التطورات في قطاع غزة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية، مشددا على أن التصعيد الحالي خطير للغاية وله تداعيات قد تطال الأمن واستقرار المنطقة. وقال الرئيس السيسي في تصريحات له إن مصر تكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال الرئيس السيسي إن مصر تؤكد أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لا تتخلى عن التزام تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأعرب الرئيس السيسي عن أمل مصر في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى. كما أكد الرئيس السيسي التواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التواصل لوقف فوري للعنف وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين. وشدد الرئيس السيسي على أن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى، مؤكدا أنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا بتعقيدات الموقف ومدركا لحجم التهديد.
وللمزيد هاتفيا ينضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد بعد التحية، يعني دائما ما نجد أن مصر لها دور فعال في القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية تحديدا، كيف رأيت دور مصر من خلال تصريحات السيد الرئيس؟ تحياتي لك أستاذة هاجر والكل مشاهدي قناة إكسترا الكرام. في الواقع أن تصريحات الرئيس السيسي هي بتؤكد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية المرتكزة على الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها بالطبع كما أشار السيد الرئيس القضية الفلسطينية، وهذا الدفاع هو عبر أفعال وعبر تحركات مصرية وعبر مسارات دائما نسميها بالمسارات المتوازية والمتكاملة. فيما يتعلق بالمسار الأول هو المتعلق بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، تقديم كل أوجه الدعم وللفلسطينيين، ولذلك كان تصريح الرئيس السيسي بأن الأولوية لمصر الآن فيما يتعلق بهذا التطور وهذا التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة هو العمل على حقن الدماء وتحقيق التهدئة وحماية المدنيين من الجانبين، لأن هذا التصعيد ويمثل أمرا تطورا خطيرا، وطبعا له تداعيات كما قال الرئيس تمس أمن واستقرار المنطقة، وبالتالي هو هذا المسار دائما شهد تحركات مصرية، حتى ربما في الجولات السابقة كان نتذكر جولة مايو 21 عندما حدثت مواجهات تدخلت مصر بعد وقف العالم عاجزا وتشيلا وصامتا عن هذا العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، ونجحت مصر باستقلالها وقدرتها السياسية والاقتصادية والأمنية في وقف الصراع وتحقيق التهدئة، وهو كان محل إشادة حقيقية من جانب جميع الدول، الرئيس بايدن الأمم المتحدة كل الدول أشادت دور مصر، وبالتالي مصر تتحرك لوقف هذه الأعمال وهذا العدوان وهذا التصعيد باعتبار أنه يمثل تهديد للمنطقة، وأيضا يمثل تهديدا أيضا للفلسطينيين والحيازة دائما لمصر فيما يتعلق بحقن دماء الشعب الفلسطيني. هذا المسار أيضا يسير بالتزيء مع المسار المتواصل أو المسار الثاني، وهو أن مصر لديها رؤية ثابتة عبر عنها الرئيس السيسي أكثر من مرة، وهي أن القضية الفلسطينية هي تمثل مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة، بمعنى أن غياب حل عاجل وشامل واستمرار الانسداد السياسي وغياب أفق للتسوية هو الذي يفضي دائما إلى مثل هذه المواجهات وهذه الدوامة من العنف والعنف المضاد التي يدفع ثمنها بالأساس الأبرياء من المدنيين من قتلى وجرحى وتدمير للبنية الأساسية، وبالتالي أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هو العمل على حل القضية الفلسطينية وفق الأسس العادلة والمرجعيات الدولية، وبالطبع على رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين. هذا هو السبيل الوحيد فقط، وبالتالي أي صيغ أخرى، أي محاولات أخرى، أي تصعيد أو عدوان أو استمرار القطاع لن يحقق أهداف أي طرف، لن يحقق الأمن والاستقرار، وبالتالي هذه الرسالة المصرية المتواصلة عبر عنها الرئيس السيسي اليوم في بيانه للمجتمع الدولي بأن ما حدث في غزة من أعمال عنف غير مسبوق حقيقة وتصعيد غير مسبوق وموقف معقد هو نتاج لهذا الغياب للتسوية العادلة، هو غياب للحل الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حكومة مشروعة، أن سياسات العنف وطرد الأمر الواقع لن تفضي إلا مزيد من العنف ومزيد من الدمار ومزيد من القتلى ومزيد من الجرحى، وبالتالي هذا المسار دائما عكس دائما سياسة مصر المتواصلة، هو معبر عنه الرئيس السيسي حقيقة في بيانه، وهي رسالة مهمة للجانب الإسرائيلي للمجتمع الدولي بأن عليه أن يتحرك بمسارين، مسار التهدئة ومسار ضرورة المسارات في التسوية السياسية تحقق وتنهي أسباب ومسببات هذا الصراع المزمن، هذا الصراع الذي يدفع دائما إيه، ولذلك هذه الجولة التي تعتبر الأعنف في بين المواجهات بين القوات الاحتلال والفلسطينيين هي لن تكون الأخيرة طالما استمر الاحتلال، وربما نشهد جولات في المستقبل، ولذلك هنا مصر دائما تقول أن العلاج واضح، أن العلاج هو إقامة الدولة الفلسطينية، إزالة الاحتلال، وقف الإجراءات الأحادية والانفرادية، ولذلك تسعى مصر عبر تحركاتها وهو مأكد عليه الرئيس السيسي من خلال العمل على وقف سريع لهذا الصراع وهذا العنف
وحقنا للدماء وحمايه المدنيين، وفي ذات الوقت التنسيق مع الدول المهمه والدول الفعاله في النظام الدولي خصوصا امريكا على الذهاب الى العلاج الشامل والجذري لهذا الصراع وانهاء هذه القضيه. ايضا تاكيد المسار الثالث وهو المتعلق به حقيقه ترتيب البيت الفلسطيني والمصالحه الفلسطينيه والتاكيد على وحده الموقف الفلسطيني، وهذا دائما راينا جهود مصر عبر السنوات الماضيه في استضافه الاشقاء الفلسطينيين من اجل ان يكون هناك رؤيه موحده تعزز من الموقف الفلسطيني في اي تسويه مقبله، وموقف فلسطين ايضا في مواجهه المجتمع الدولي. وبالتالي هذه المسارات المتوازنه المتكامله تمثل ثوابت اساسيه للسياسه المصريه، ولذلك منذ اللحظه الاولى لاندلاع المواجهات الاخيره بين اسرائيل والفلسطينيين تحركت مصر بكل امكانياتها بكل قدراتها على هذه المسارات، العمل على تخفيف المعاناه عن الشعب الفلسطيني، ارسال المساعدات، العمل على الاتصالات المباشره مع كل الاطراف حقيقه لوقف هذا العنف ووقف وتحقيق التهدئه، العمل ايضا على أن يكون هناك دورا ورؤية أشمل ورؤية أبعد فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الملف، لأن ما حدث حقيقة هو جرس إنذار واضح ويؤكد أن قوات الاحتلال ما قامت به من إجراءات عبر سنوات عديدة سواء من استيطان أو من حصار أو من عدوان أو من هدم المباني أو مصادرة الأراضي أو اقتحامات المسجد الأقصى ومنع المصلين، كلها في نهاية المطاف لم تفلح في تحقيق الأمن والاستقرار، وإنما ما يحقق الأمن والاستقرار للمواطن الإسرائيلي و والدولة الإسرائيلية هو السلام العادل والشامل. هذا درس التاريخ، هذا درس كل الاحتلالات السابقة، وبالتالي المواجهة الحالية الأعنف التي يعني سقط فيها في خلال 4 أيام أكثر من آلاف القتلى حتى غير أرقام غير مسبوقة من الجانبين وآلاف الجرحى وتدمير كامل لإحياء وسياسة الأرض المحروقة، هو في النهاية هو استمرار نفس النهج لن يحقق هدفا، وبالتالي هنا لابد من الاحتكام إلى صوت العقل إلى صوت الحكمة، لابد أن يكون هناك رؤية أشمل ونتعامل الجميع من أن السلام هو الذي سيمنع مثل هذه الكوارث وهذا العنف وهذا الدمار، بينما الاستمرار على نفس النهج واعطاء قوه دوليه الضوء الاخضر لاسرائيل لكي تستمر في هذه هذا القصف وهذا الارض المحروقه، وكل هذا في نهايه المطاف سيكون له اثار وتبعيات وتداعيات سلبيه على الامن والاستقرار وعلى ايضا على الجانب الاسرائيلي وعلى حتى المصالح الامريكيه. صحيح. دكتور أحمد، يعني سيادة الرئيس أكد في تصريحاته على ضرورة التواصل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع، كيف من الممكن أن يثمر هذا التواصل إلى إيجاد حل سريع وفوري لوقف القتال؟ في الواقع طبعا مصر منذ اللحظة الأولى هي تسخر كل إمكانياتها وتتواصل مع كل الأطراف، ولمصر علاقة قوية مع كل أطراف الأزمة، كما أن مصر لديها خبرة حقيقة كبيرة واحترافية فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الملفات وهذا الملف تحديدا والمواجهات، رأينا في الخمس مواجهات السابقة حتى يعني وكان آخرها في مايو 21 وفي أغسطس العام الماضي وفي حتى في مارس من هذا العام كان لدور مصر الدور الفاعل، هي كان كل هي الدور القوى الأبرز فيما يتعلق بإدارة هذا الملف وتحقيق التهدئة، لكن ربما نقول أن هناك بعض التحديات متعلقة بتعقيد هذه الجولة، من الواضح أن هناك الاتجاه في إسرائيل الآن هو الرهان على الحل العسكري، الرهان على ما يسمى استعادة الهيبة والقضاء على الفصائل الفلسطينية واتباع سياسة الأرض المحروقة، وفي ظل أيضا وجود ربما ضوء أخضر دولي وربما صمت دولي خاصة من الجانب الأمريكي، كل هذا بيعني أن هناك اتجاه للذهاب إلى الاستمرار من التصعيد والاستمرار من القصف والقتل والدمار، وبالتالي يكون تحقيق التهدئة ربما يواجه تحديات، لأن التهدئة تتطلب أن يكون هناك مرونة ورغبة، أن يكون هناك احتكام إلى العقل من طرفي الأزمة خاصة من الجانب الإسرائيلي، ومع رغم هذه التحديات فإن مصر تتواصل في اتصالاتها في مع القوى الفاعلة مع الجانب الأمريكي مع الجانب الأوروبي، والرئيس السيسي حقيقة أجرى العديد من الاتصالات في خلال اليومين الماضيين لتأكيد رسالة أن هذا العنف لن يحقق أي أهداف وأنه سيكون فقط مزيد من القتلى ومزيد من الجرحى ومزيد من المصابين مزيد من الكراهية ومزيد من بيئة الصراع في المنطقة، وبالتالي التحرك المصري أعتقد أنه سيكون فعلا عندما يكون هناك رغبة حقيقية خاصة من الجانب الإسرائيلي، لكن في نهاية المطاف خبرة المواجهات السابقة تقول أن رغم هذه التحديات فإن الدور المصري بحكم انحيازه إلى السلام والاستقرار وقدرات مصر على إدارة مثل هذه
الامور هي في نهايه المطاف تفضي لان لابد من التحقيق التهدئه، لان استمرار العنف سيكون له تكلفه باهظه، تكلفه بشريه ليست فقط على الجانب الفلسطيني لكن ايضا على الجانب الاسرائيلي. وكان احنا نعرف ان الان ان ما حدث من مواجهات منذ يوم السبت الماضي هو نتاج للسياسات المتشدده والعناصر المتطرفه وتغذيه بيئه الصراع، وكل هذه العوامل حقيقه هي بتقود او قادت بشكل الى هذه المواجهات التي دفع ثمنها المواطن الاسرائيلي ومن القتلى والجرحى وغيرهم. وبالتالي انا في اعتقادي ان دور مصر فعلا يعني تكون بالكونفليكت الان مع القوى الفاعله خاصه الامريكي، واعتقد ان رغم هذه التحديات فان مصر مصره ومتواصله في التوصل الى تحقيق التهدئه وحقن دماء الفلسطينيين، باعتبار ان الاولويه الان هي الدفاع عن الشعب الفلسطيني، حقن دمائه وتخفيف المعاناه عن هذا الشعب الذي واجه تحديات حقيقيه غير مسبوقه. صحيح. دكتور احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه، اشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله. تتواصل الجهود المصرية المكثفة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل احتواء الموقف في الأراضي الفلسطينية وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو الأمر الذي أكد عليه السيد الرئيس في مختلف الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من عدد من قادة دول العالم. نتابع أرزها في العرض التالي مع الزميلة نسرين فؤاد. أهلا بحضراتكم. تواصل مصر بقيادة الرئيس السيسي جهودها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة وقادة العالم لبحث التطورات المتصاعدة للأزمة الراهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، بحثا عن حل للأزمة الراهنة. الرئيس السيسي تلقى اتصالا من أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة لبحث التطورات في غزة، حيث توافق الرئيس السيسي وغوتيريش بشأن ما تمثله الأزمة من خطورة على السلم والأمن في المنطقة وضرورة التوصل لوقف للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات وحماية المدنيين من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية احتواء الموقف واستعادة التهدئة وإحياء عملية السلام. الرئيس السيسي أكد لغوتيريش ضرورة العمل الجدي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، مع مواصلة مصر جهودها لتوفير الدعم لأي خطوات مستقبلية في هذا الصدد، إلى جانب الدور الهام للأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للمساهمة في هذا المسار الذي لا غنى عنه لتحقيق السلام والأمن المستدامين في الشرق الأوسط. كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تناول تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والجهود الجارية لوقف التصعيد العسكري الجاري، حيث توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف لحماية المدنيين وحقن الدماء والشروع في مسار تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. أيضا رئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للتباحث حول مستجدات التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين وتهديد لاستقرار المنطقة، حيث تم التشديد خلال الاتصال على أهمية ضبط النفس وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة منعا لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة. كما تم التوافق كذلك على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل دولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس. أكد رئيس السيسي مواصلة مصر لاتصالاتها الحثيثة مع مختلف الأطراف من أجل تحقيق التهدئة ووقف التصعيد المتبادل، مع التشديد على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة. كما توافق الرئيسان على أهمية تضافر جميع الجهود
على المستويين الإقليمي والدولي لحث الأطراف على تغليب مسار ضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات هذا التصعيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا تلقى اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا كارل نيهامر للتباحث حول تطورات الأحداث الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والجهود المطلوب القيام بها دوليا وإقليميا لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائري وما يتسبب فيه من إزهاق لأرواح المدنيين، لا سيما في ضوء ما يفرضه الوضع الحالي من تهديد لأمن واستقرار المنطقة، حيث أكد رئيس السيسي ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل دولتين، وهو الأمر الذي يتطلب وقف التصعيد ومنع تدهور الموقف وحث الجميع على ضبط النفس. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى مع كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، حيث شهد اللقاء وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأزمة الراهنة على الصعيد الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم التوافق على أهمية العمل لمنع التصعيد لما له من تداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية وأمن واستقرار المنطقة بالكامل. وأكد رئيس السيسي ضرورة استناد مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على حل دولتين بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول مواصلة مصر لجهودها في محاولة منع تفاقم الوضع والبحث عن حل جذري للقضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة. شكرا لكم على طيب المتابعة. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره البولندي لبحث التطورات الجارية في قطاع غزة والتصعيد الخطير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الأيام الماضية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري أكد أن مصر مستمرة في مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة والابتعاد عن سيناريو مواصلة العملية
العمليات المسلحة لتبعاته الإنسانية الخطيرة على حياة المدنيين، فضلا عن امتداد تداعياته الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها. وأضاف أن محادثات الوزيرين تركزت على سبل خفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية. نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تقريرا نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت بأن مصر حذرتها قبل 10 أيام من هجوم حماس طوفان الأقصى، محذرة من شيء غير عادي من اتجاه غزة. وتحذر مصر إسرائيل دائما من تداعيات أفعالها، كما تؤكد مساندتها الدائمة للقضية الفلسطينية. صرحت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها. وقالت المصادر في تصريحات للقاهرة الإخبارية إن هناك مخططا واضحا لخدمة الأهداف أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضي. وحذرت المصادر من المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكيه أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر وستتصدى له، ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه. وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة، واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن. حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعي. وقالت المصادر للقاهرة الإخبارية إن مصر لم تتوانى منذ تفاقم الأوضاع في الأراضي المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولي لوقف التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني. وأكدت المصادر أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية. كما شددت المصادر على خطورة دعوات النزوح وأنها كفيلة بتفريغ القطاع من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، فضلا عن كون السيادة المصرية ليست مستباحة. وحملت المصادر سلطات الاحتلال مسؤولية ضرورة إيجاد ممرات إنسانية لنجدة شعب غزة، مؤكدا على ضرورة الاستجابة لصوت العقل وإيقاف العمليات العسكرية بشكل فوري. تعمل مصر دائما على تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بكل الطرق التي تحافظ على حقوق الأشقاء الفلسطينيين وتحقن دماءهم في وقت تتصاعد فيه أصوات جماعة الأخوان الإرهابية في محاولة للزج بالدولة المصرية في الصراع الحالي في قطاع غزة بشتى الطرق. المزيد نتابعه في العرض التالي والزميل كريم حاتم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. لطالما كانت مصر وما زالت الداعم الأكبر للأشقاء الفلسطينيين، وسجلت تاريخ مساهمتها في حلحلة وإنهاء الأزمات في فلسطين. وكعادتها تعمل مصر على تسوية هذا النزاع الجديد بكل الطرق التي تحافظ على حقوق الأشقاء الفلسطينيين وتحقن دماءهم. وبالرغم من أن الكثير من المؤامرات في التاريخ الإنساني طواها النسيان وتم تجميدها، ولكن التاريخ يأبى أن يغادر من دون أن يفضح جماعة الإخوان الإرهابية، حيث تتصاعد الأصوات التي تحاول الزج بالدولة المصرية في الصراع الحالي في قطاع غزة بشتى الطرق. آخر هذه المحاولات إعادة أحياء مخطط التنظيم الإرهابي بتوطين الفلسطينيين من سكان القطاع في سيناء، المخطط الذي يعيد للأذهان محاولات الإخوان أثناء حكمهم لمصر بتنفيذ ذلك المخطط
وهو ما جاء على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عام 2018 الذي كشف عن إجهاضه لمخطط للرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي بتوطين جزء من الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء في إطار مشروع دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة. تصريحات عباس تتماشى مع ما تم نشره في مجلة فورين بوليسي الأمريكية القريبة من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر 2013، حيث أشارت في تقرير إلى أن عرضاً أمريكياً حمله وزير الخارجية جون كيري خلال زيارته لمصر قبل عزل مرسي ببضعة أشهر يقضي بموافقة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على إلغاء الديون الخارجية على مصر مقابل السماح بتوطين الفلسطينيين بسيناء. وأضافت المجلة أن هذه الفكرة لاقت قبولاً كبيراً من جماعة الإخوان الإرهابية. ومنذ أدركت الدولة مثل هذه المخططات قامت منذ 2014 بتطهير أراضيها من التنظيمات الإرهابية وغلق جميع الأنفاق التي كانت تربط بين قطاع غزة بسيناء، ولم تقف الدولة عند هذا الحد بل مدت شرايين التنمية لأراضي سيناء الطاهرة، وقامت أيضا بإعادة إعمار كافة ربوع سيناء لمدة تجاوزت 9 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وتم ربط أراضي سيناء بباقي الأراضي المصرية، ونفذت تنمية اقتصادية شاملة بكل المجالات، وقامت بإنشاء بنية تحتية ورفع الخدمات الأساسية للمواطنين في سيناء بتكلفة تجاوزت 700 مليار جنيه. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول محاولة إعادة إحياء مخطط جماعة الإخوان الإرهابية بتوطين الفلسطينيين من سكان القطاع في سيناء. شكرا لطيب المتابعة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، يستعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني. وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع هناك. أعربت مؤسسة حياة كريمة عن أسفها العميق لتصاعد العنف في قطاع غزة والذي يهدد السلام الدولي، معلنة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق. وجاء في بيان رسمي صدر عن المؤسسة ونشرته على صفحاتها الرسمية أن مؤسسة حياة كريمة تعرب عن أسفها الشديد من تصاعد أعمال العنف في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد السلام الدولي وينتهك القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وبدورها تؤكد مؤسسة حياة كريمة على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصيبة التي يشهدها البلد الشقيق. وتعلن المؤسسة عن توجهها لجمع التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطيني وتخصيص حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة انطلاقا من دور مؤسسة حياة كريمة الريادية في التنمية داخل مصر وخارجها والوقوف مع الدول الشقيقة في أزماتها وأوقاتها العصيبة. ويمكنكم أيضا التبرع لدعم الشعب الفلسطيني من خلال حسابات مؤسسة حياة كريمة في البنوك المصرية. القوات الإسرائيلية تواصل مطاردة مئات الدخان الأسود الكثيف المتصاعد من كل جانب. قبل لحظات كنا نتابعه لعله جرى. أهلنا في فلسطين محتاجين نقف جنبهم كتف في كتف في الوقت ده، وعشان كده مؤسسة حياة كريمة هتساهم في دعم أهلنا في فلسطين بكل المساعدات الطبية والغذائية الممكنة. شاركنا في دعم ومساندة أهالي فلسطين من خلال التبرع على الحسابات التالية: كتفنا في كتف أهلنا
في فلسطين. وفي الإطار أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري أنها تعمل على مدار الساعة بالتواصل والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتجهيز وتسليم حزم من المساعدات العاجلة لتخفيف وطأة الأحداث على الأهالي في قطاع غزة. كان الهلال الأحمر المصري قد قام بتسليم مجموعة من المساعدات الطبية الطارئة للأشقاء في فلسطين استجابة لتداعيات الأحداث في قطاع غزة. لم تتوانى الدولة المصرية للحظات في تقديم كل سبل الدعم الإنساني لأهل فلسطين وقطاع غزة. للمزيد حول أبرز سبل الدعم الإنساني نتابع العرض التالي. لم تتوانى مصر عن دعم القضية الفلسطينية وتأكيد رفضها التام واستنكارها للممارسات الإسرائيلية الغاشمة، كما تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي. نتابع. We'll be right back.
تلعب الدولة المصرية دورا فاعلا في المساهمة في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار بما لها من قوة ومكانة وما يضفيه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي. نتابع المزيد في العرض التالي. وترتبط القضية الفلسطينية ارتباطا دائما باعتبارات الأمن القومي، لا ولا يخضع الموقف المصري من القضية فلسطين إلى أي ورقة مساومة إقليمية أو لونية.
تنظر مصر للقضية الفلسطينية ليس باعتبارها دائرة من دوائر سياساتها الخارجية فحسب، بل قضية تدخل في حسابات أمنها القومي المباشر. لذلك أفردت الإدارة المصرية جهدا نشطا متعدد المستويات والأبعاد لخدمة ملفات القضية الفلسطينية للوصول إلى الهدف النهائي، هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية. المزيد في العرض التالي. احتلت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى منذ عام 1948 الاهتمام الأكبر من القيادات المصرية عبر العصور. نتابع المزيد في العرض التالي.
دور مصر في القضية الفلسطينية لم يقتصر على رعاية المصالح الفلسطينية في المنتديات العالمية، بل امتد لترتيب البيت الفلسطيني من خلال رعاية جهود المصالحة في أكثر من جولة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل ارتفعت إلى نحو 850 شهيدا، وأوضحت الوزارة أن الضربات الإسرائيلية أسفرت كذلك عن إصابة نحو 4500 فلسطيني منذ السبت الماضي وحتى الآن. قصفت بوارج حربية إسرائيلية ميناء الصيادين غرب مدينة غزة بعشرات القذائف، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بسقوط عشرات القذائف التي أطلقتها الزوارق البحرية صوب ميناء الصيادين، ما أدى إلى دمار كبير في الميناء ومراكب الصيادين. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات بدأت الرد على مصدر إطلاق الصواريخ داخل الأراضي اللبنانية، جاء ذلك بعد أن ذكرت مصادر أمنية أن وابل من الصواريخ تم إطلاقه من جنوب لبنان صوب إسرائيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة والتحية لأسر الخريجين من أكاديمية الشرطة، مقدما التحية والتقدير للشهداء وأسرهم. وقال الرئيس السيسي في كلمة خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة إنه يؤلمه سقوط أي شهيد، إلا أن العزاء هو أنه يقدم تلك التضحية فداء للوطن، مشيرا إلى أنه ثمن عظيم من أجل وطن عظيم. أقدم التهنئة والتحية لأسر أبنائنا الخريجين النهاردة، ومش بس الخريجين الحقيقة، وأيضا أبنائنا اللي موجودين ضمن طلبة الكلية وطالبات الكلية. ومهم أيضا إن أنا أذكر إن إحنا دايما لكل أسر شهدائنا شهداء مصر كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام لكم. وعايز أقول لكم إن إحنا كلنا في الدنيا اللي إحنا يعني ناس بتيجي وتذهب لها ما لها وعليها ما عليها إلا الشهيد، بتفضل ذكراه عطرة لما قدموا من تضحيات من أجل وطنه. وانا عايز اقول لكم انا شايف الاسر موجوده هنا، وانا حرصت على ان دايما في كل الحفلات بتاعه يعني الشرطه والجيش ان يبقى نسبه من اسر الشهداء تبقى حاضره معانا، اولا تقديرا واعتزازا بهم،
وامتنانا لما قدموه لنا. وفي اليوم اللي احنا بنقعد فيه ده بقول لهم او اللي احنا موجودين فيه النهارده، يعني احنا يؤلمنا جدا سقوط كل شهيد او اي شهيد في مصر، سواء كان من الجيش او من الشرطة او حتى من المواطنين العاديين. ولكن عزائنا كلنا، مش عزائكم انتم، عزائنا كلنا ان ده كان تمن مش بسيط عشان الوطن ده اللي فيه النهاردة 105 مليون يبقى عايش بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تضحيات شهداء مصر اللي قدموهم أسر مصر. وكل مرة بقول الكلام دوت عشان أذكر نفسي وأذكر كل الشعب المصري بالتضحية الكبيرة ديت. مفيش أغلى من النفس، مفيش عند أي أسرة مصرية أغلى من أنها تقدم أبنائها من أجل مصر. تمن عظيم، بس كمان من أجل وطن عظيم، من أجل وطن عظيم. استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بمقرها الرسمي بمحافظة القاهرة وفدا من حزب الغد. وأكد وفد حزب الغد عقده عدة مؤتمرات توعوية للتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك إبراز إنجازات المرشح الرئاسي على مدار الفترة الماضية، مشيدين بدور المرشح الرئاسي في تمكين الشباب غير المسبوق على كل المستويات. لليوم الثالث على التوالي استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بالقاهرة وفدا من تحالف الأحزاب المصرية. كان في استقبال الوفد لدى وصوله مقر الحملة المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني له. وخلال اللقاء رحب فوزي بالوفد وأعرب عن شكر وتقدير الحملة للوفد ولزيارته المقر، كما توجه بالتقدير لدور تحالف الأحزاب في المشاركة الواعية في دعم المرشح الرئاسي، مثمنا دور تحالف الأحزاب كونهم من أوائل الداعمين لترشح السيد عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحملة لكل المصريين وتفتح أبوابها لكل مؤيد للسيد المرشح، وكذلك ضرورة توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات. ومن جانبه ذكر وفد تحالف الأحزاب المصرية أنهم يحرصون على تثقيف المواطنين من خلال الندوات والمؤتمرات في كافة المحافظات والقرى لإعلام المواطنين بالإنجازات التي تمت على مدار التسع سنوات الماضية، فضلا عن حثهم للذهاب إلى صناديق الاقتراع من خلال حملة أطلقوها تحت عنوان حملة وعي بما يحقق الصالح العام للدولة. ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم مدعومة بمشتريات المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي نحو 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1,323 مليار جنيه، وصعد مؤشر إي جي إكس 30 بنحو 1.6%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.58%. أعلنت منصة واتشيت أنه يمكن لمشتركيها متابعة البث المباشر لجميع الأحداث الإقليمية والعالمية من خلال قناة القاهرة الإخبارية لحظة بلحظة على المنصة. ختام هذه الجولة الإخبارية، وهذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وتكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية. مصادر أمنية مصرية تحذر من مخطط لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية وسكانها. الرئيس السيسي يوجه تحية تقدير لكل شهداء مصر المضحين بأرواحهم فداء للوطن.
مشاهدينا وصلنا للختام، ولكن للمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزميل لؤي أباظة وأنا هاجر سليمان وفريق العمل، في أمان الله.